مهندسين على ملف وبعثناه للوزارة الأولى، بعثناه لسي حمد الجبالي، وبعثناه في الكوميديك، وبعثناه سي علي سي علي العريض الكوميديك، وبعثناه لجديد. ولا وصدقوني لا أذانا شعبية قبل هدايا من قبل، وبعثناه للهيئات الجهوية كلها، نقرأ لكم عندي المنشور تنجبوا لكم على الهيئات الجهوية كلها. depuis le mois de septembre, octobre. وقلنا لهم اعطيونا رؤاكم الهيئات الجهوية كلها، والهيئات الهيئات القطاعية انتم مازلتم ما تكونتوش، الهيئات الجهوية اعطينا رؤاكم، يا سيدي حتى هيئة جهوية ما رجعت لنا رؤيتها. قلنا لهم اعطينا افكاركم، وقولوا لنا كيف شنو نجموا نعملوا، شنو هما لي مويان دو بريسيون اللي نعملوها. اقترحوا وتحبوا وقفة احتجاجية هنا. اقترحوا اضرابات، اقترحوا وقفات احتجاجية في الجهات، اقترحوا اللي تحبوا انتم تظاهر اكسترا. حتى واحد ما رجع لنا دلالة على أنه قلتش عليه مهندس ما يهموش، بالرغم صار وصلنا في هذا، وعملنا ندوة صحفية هنا في المطار نتاعنا، وجاونا برشا جرايد وصحف، وخرجت في الصحف لوندما لور دي زانجينيور مناس دو فير لا غريف، ولاو ثم شكون برشا ولاو يتهكموا، قالوا شكونكم أنتوما من المهندسين؟ وعلاش تعملوا وتحطوا في العصاف العجالي؟ تتفكرها سي فتحي. تهكموا علينا ورقدوا كل شيء، هاو رسم. احنا عندنا كل شيء ومستعدين لكل شيء، مي علاش انا ديما نقول من القاعده هو؟ علاش ما فماش اذان صالح؟ باسكو يشوفوا في الاجتماعات افيك 5 و افيك 10 و 20 بيرسون، كي يشوفوا الاجتماعات كيما قطاع خاص مرة فاتت، ولا النقل 300 وصار العدية، مش تولي الاذان صالح، اما كي قد ما يشوفوا كلك بيرسون، ما يتلفتك حتى شيء، علاش انا بربي مش نعالج هنا علاش؟ انا ربما تكتيكمون اي دو بوان دو في جيستيون نعمل هكاكا كحكومه جو جير لو بيي بصفه عامه. شنو ثم نقول كي ما يشوفوش دي مويان دي بريسيون من القاعده وحضور مكثف وناس تغلي اورجانيزي افيك ملفاتهم مدروسه وكذا وكذا ما يتحركوش، هما ما يتحركوش علاش؟ على خاطر يراو انه في المهندسين الهيئات هذوما سواء كان حتى نقابات مهندسين ولا عناد ما عندهمش تاثير علينا، على خاطر ما ينجموا يعملوا شيء، باسكو احنا قاعدين نخدموا بمهندسي الادارات عندهم ادارات الكل ينجموا الملفات يحضروا لهم هما يحضروهم لهم في ملفاتهم المهندسين مع الاداريين يحضروا لهم ملفات جميع الملفات اللي يحبوا يعملوها للتنميه للمشاريع اتسترا اتسترا. يقول لك ما حشناش بالعناد المهندسين كرؤيه عماد عندهم، هاو عندنا مهندسين هذوك هذوك ما اللي يخدموا مهندسين مسكنات يخدموا ويعملوا ملفات، يعملوا زيتود دو رونتابيليتي دو فيزيت دي تود تكنيك دي زيتود دو تو جور دي تود دي زيتود تاع التنميه الجهويه اتسترا اتسترا. مي من بعد تتوظف سياسيا نقصوا منها يزيدوا منها يطولوها يكبروها اتسترا. اور احنا فودري افوار كعماده وكنقابات رؤيه موحده مع بعضنا، رؤيه خاصه بينا كعماده بدون اي توظيف سياسي، هذيك هي المعضله الاساسيه. دونك كومون يرميديا مون سونس هو انه المهندسين يلتفوا حول عمادتهم ونقباتهم ويكونوا لحمه مع بعضهم ويعملوا رؤيه وافكار واقتراحات تجمع جميع المهندسين بدون اي سياسه داخله في العش.